اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن رامي ربيع. ازيك يا روميو؟ كابتن اسلام، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن. اخبارك ايه؟ كله كويس الحمد لله. كله تمام الحمد لله. ايه رايك في اللي بيحصل في كره القدم المصريه بشكل عام الاول؟ هو طبعا يا كابتن، يعني انا بتكلم بحته يعني الكوره، موضوع المنتخب بالاخص. يعني انا طبعا الواحد مبسوط للكابتن حسام جدا. ما هو انا برضه، بس انا عايز اسال او عايز اقول للناس لازم يفرقوا ما بين انتقادنا لاتحاد كرة القدم وما بين حبنا وتعييننا انا شخصيا واحد من الناس اللي يعني بقول لك ابصم بالعشرة على تعيين كابتن حسام. طبعا يعني انا كان نفسي الكابتن حسام يجي مش بالطريقة دي، يعني انا اسف في الكلمة، الكابتن حسام جه بطريقة الضغط الاعلام الرياضي والجمهور من بعد خروجنا من بطولة افريقيا. انا ما كنتش حابب اللي هو يجي بالطريقه دي، يعني الكابتن حسام تاريخ كبير في الكره المصريه، مدرب كويس، لازم ياخد فرصه. انا قبل ما اطلع مع حضرتك يعني الكابتن ايهاب جلال خد فرصته، الكابتن حسام البدري خد فرصته، ما دام في مدرب وطني لازم هو ياخد فرصته. والفرصه دي كانت لازم تبقى من فتره بعيده جدا، لكن انا ما عجبنيش القرار اللي هم اول بعد البطوله اخدوا قرار اللي هم لازم فيتوريا يمشي وهيجيبوا مدير فني جديد وعينوا الكابتن محمد يوسف مدرب عام مع الجهاز الفني الاجنبي اللي جاي. ده قرار هو اولا هم يعني الضغط اللي عليهم ما خلوهمش ياخدوا القرار الصح. يعني معلش يا رامي، معلش، الضغط اللي عليهم، انا كلنا 99% و9 من 10 من الشعب المصري عارفين ان القرار الاصوب والاصلح هو اقاله فيتوريا. تمام، فلماذا لم تتم إقالة فيتوريا مباشرة؟ بعد كده أقعد بقى أجيب السيفيهات، يعني ده كان رأيي، معرفش رأي حضرتك إيه في هذا الأمر. أجيب السيفيهات الأجنبية كلها، كل السيفيهات، السيفيز بتاعة المدربين الأجانب وأحطها وأقعد أقراها واحدة واحدة، ما عنديش مشكلة. والناحية التانية السيفيز بتاعة المدربين المصريين، وأبتدي أشوف الأول مصري ولا أجنبي؟ اجنبي خلاص ابص على الاجنبي، خش على ابص على الاجنبي، لا خلاص نستبعد الاجنبي عشان عندنا كذا وكذا وكذا وعندنا مشاكل في الدوله وكذا وكذا، نستبعد الاجنبي. حلو، نروح للمصري، في اسلام، في رامي، في فلان، اسلام ايه، رامي ايه، واحده واحده صح ونقول صح. هو هم اول خطا خدوه اللي هو لازم اول ما خرجنا هناك كابتن في البطوله كان لازم القرار بتاع فيتوريا، اقاله فيتوريا هناك في كوت ديفوار، ده اول قرار كان لازم يتاخد. ويجوا في خلال 3 4 ايام اللي هو بقالهم اسبوع دلوقتي قاعدين طلعوا بقرارات، قرارات كلها ما اتعملتش، دي تدل على ضعف ادارتهم لاتحاد الكوره. والدليل اللي الكابتن حسام لما تم تعيينه النهارده، يعني انت حضرتك بتقول مثلا احسن قرار خدوه، هم مش قرارهم اصلا. يعني الدليل يعني لا يعني, يعني انت عاوز برضو ايه يعني تديهم اي حاجه كويسه. هو بصراحه عملوا حته دوري المحترفين دي حاجه كويسه. الواحد يقول اللي يقول عليه. يعني كان لازم الموضوع يتعمل من 3 سنين، هم خدوا قرار بيه بقى لهم سنتين. خلي بالك اتهاجموا جامد الفتره دي وبتاع، لكن بس بصراحه هو دلوقتي هو قرار سليم 100%. ودوري قوي جدا، وهتلاقي يعني الدوري كله كان صحيح. الحاجه الثانيه، انت دلوقتي خدت طلعت بقرارات بعد ما جينا من البطوله وخرجنا، وفجاه ما خدتش قرار من القرارات اللي انت عملتها دي كلها كلام كلام، لغايه ما خلاص جاء سياده الوزير اتكلم والاعلام كله بيتكلم كابتن حسام لازم يبقى موجود. خلاص هو كابتن حسام هنقول راجل الفتره ديت، هو خلاص عاوزين كلنا في ظهره وكلنا هنقف معاه. لازم الاعلام بقى كابتن اسلام، عشان يعني الكابتن ايهاب برضو من الناس اللي اتظلمت. كابتن ايهاب جلال طبعا، كابتن ايهاب اتظلم، راجل مسك المنتخب شهرين ومسك على قناعه. يعني انا كنت فاكر الفتره ديت كنا احنا ماسكين المعون العرب، كان اللجنه المؤقته اللي موجوده اللي هو الاستاذ عمرو الجنايني ومحمد فضل، كان المجموعه دي اللي موجوده كابتن اسلام، وكانوا عاوزين يجيبوا الكابتن ايهاب جلال المدير الفني والكابتن عماد النحاس مدرب عام. اوكي، الفتره ديت انا كنا متواجدين احنا في المقاولين، وما حصلش نصيب ان الكابتن عماد يبقى موجود مع الكابتن ايهاب، لكن الكابتن ايهاب وهم لسه بيعلنوا الضغط عليه والانتقاد عليه والحمله عليه، مش عارف ليه ايه السبب، يعني مع ان يعني المفروض ده مدرب وطني لازم نديله الدعم ولازم نقف ظهره، وده اللي المفروض نعمله الفتره ديت مع الكابتن حسام. وكابتن حسام أيقونة من أيقونات الكرة المصرية، فالناس كلها بتحبه. يعني ممكن قريت البيانات اللي هو سيادة الوزير قايلها، طبعا المنتخب غير الأندية، الكابتن حسام العصبية بتاعته أو الكابتن إبراهيم في المنتخب مش هينفع. لا أعتقد أن هو حتى نفسه الكابتن حسام، أنا متأكد أن هو خلال الفترة القادمة هيطلع وهيطلع مع كل الناس وهيقرب كل الناس منه، لان كابتن حسام بالمناسبه من انت عارف طبعا من اطيب الشخصيات اللي تتعامل معاها بعيدا بقى عن اي حاجه بره الملعب.
بني ادم تاني خالص وتحب تتعامل معاه وكده. فاتمنى اللي يبقى قرار كويس سياده الوزير اشرف صبحي، القرار اللي هو اخده ده والاتحاد طبعا دعمه فيه اللي هو يبقى قرار كويس، واحنا كلنا بقى داعمين للكابتن حسام وفي ظهره الفتره الجايه ان شاء الله يعني. ولكن برضه تضارب كبير في هذه القرارات ادى في النهايه الى اختيار كابتن حسام، لكن لو انت من الاول اخترت كابتن حسام كان الموضوع انتهى. كان الموضوع هدي. كابتن محمد يوسف الحقيقه شخصيه محترمه طبعا. حتى يا اخي انسانيا طبعا. انسانيا طبعا. ما ينفعش تاخد قرار اول امبارح وتيجي تغيره النهارده انسانيا يا اخي. هو نفسيا حتى الكابتن يوسف يعني الله يكون في عونه بصراحه. طبعا المواقف ديت زيها كأنك لعيب، لعيب ومدرب هي وهو نفس الإحساس. صحيح. بس هو أكيد ربنا شايل له حاجة كويسة ويبقى في المرحلة الجاية. شخصية محترمة جدا واستحق كل الاحترام مننا الحقيقة. وبرضه ما نظلمش كابتن حسام وكابتن محمد يوسف، كابتن حسام عايز يشتغل بالمجموعة بتاعته. طبعا. طبعا. كابتن محمد يوسف برضه صعب إن هو يشتغل مع كابتن حسام، وبالتالي يعني اتحاد كرة القدم عمل معضلة وموضوع من لا موضوع الحقيقة. طبعا بس هو الكابتن حسام طبعا هو كان يعني الاولويه عنده على طول الكابتن ابراهيم، وده ده طبيعي. لا طبعا ده طبيعي، ده طبيعي يبقى مع بعض. لازم الكابتن حسام يعرف ان المنتخب غير الانديه هو في حر كل حاجه. ايوه طبعا هو هيتحاسب برضه. هو انا عارف هو حاجه كويسه لو يكون متمسك بالتيم بتاعه، دي حاجه كويسه طبعا. بس في نفس الوقت لازم يعرف ان المنتخب غير الانديه، فلازم في حاجات اكتر واحد يعلم هذا الكلام هو مين؟ كابتن حسام. طبعا كابتن حسام طول عمره في المنتخب وطول عمره موجود، فعارف ان الموضوع مش زي الانديه. وخلي بالك كابتن حسام برضه في فترات طويله في المنتخب عندما كان لاعبا وكابتن الفريق ونجم طبعًا. الفريق، وبالتالي كان بيعمل عارف كل حاجات بره الملعب وجوه الملعب. انا بشوف ان كابتن حسام اديله الفرصه، وانت اديت لكابتن حسام، يمكن كابتن ايهاب مش قوي لكن اديتها له، ادي فرصته فرصه لكابتن حسام يا عالم. طبعا طبعا، فربنا يكرم ويكون اختيار صحيح ان شاء الله يعني. برضو عايز اقول لحضراتكم انه كابتن محمد يوسف ما اعرفش هل هو اعتذر ولا لا، انا الحقيقه ما عنديش تاكيد على هذه المعلومه. في بعض الناس يعني باعتينه بيقولوا ان هو اعتذر، ولكن انا ما عنديش تاكيد على هذه المعلومه حقيقه. لا ما فيش، انا ما اظنش اي حد يجي له منتخب مصر ويعتذر يعني كابتن اسلام. هو ممكن يكون زي ما حضرتك بتقول اللي هو اللي يعني هو حاسس ان الكابتن حسام حابب ان التيم بتاعه يبقى معاه، فهو ممكن يكون دوره هيقل مع الكابتن حسام، فهو خد القرار اللي هو ينسحب، لكن ما فيش حد هيرفض منتخب مصر يعني. حقيقي. وهنا الحقيقه انا برضو عايز اوجه كلامي لكابتن حسام بقى وكابتن ابراهيم، ان الفتره اللي جايه يكون الاختيار، وانا عارف ان هو هيعمل كده، يجب ان يكون الاختيار دائما للأصلح للمنتخب من وجهة نظرهم، بعيدا بقى عن ما كنا نراه خلال الفترة السابقة. طبعا يا كابتن انت يعني احنا مثلا حتى السكوات اللعيبة المنتخب اللي معانا كابتن اسلام من احسن مجموعة اللعيبة اللي موجودة في البطولة يعني في بطولة افريقيا، يعني بتفرج على البطولة صحيح. كلها صحيح. طبعا اتفاجئنا بالرأس الاخضر، جنوب افريقيا انت بتحس ان انت سان داونز بس في تعديل، يعني سان داونز اللي بيلعب بس في تعديل معاهم بيرس داون الاهلي وسان داونز بالظبط، بس الراجل اللي معاهم ده معدلهم. سان داونز عندهم اللي هو ايه الهدوء في اللعب ازيد بكتير، لكن الراجل اللي معاهم لا مغير شخصيتهم خالص يعني. هو سان داونز بس بشخصيه ثانيه، شخصيه ثانيه. لا بصراحه يعني ما عندهمش حته التحضير من ورا ده بالثقه الزايده دي، لا عندهم حته البريس في نص الملعب بطريقه غير طبيعيه. انا متابع المنتخب من بدايه البطوله يعني. وموجود برضو هو اللي مميز قوي نيجيريا، واللي جه من انا قلت جمله كده من الانعاش كوت ديفوار بصراحه يعني، جم حاجه ردت فعل ليهم غير طبيعيه، وده برضو يخلينا نقول ده الفرق بين، مش هقول مثلا عشان مشوا الراجل الاجنبي وجابوا مدرب وطني، ده بالعكس. لا هو اللعيبه طبعا اللعيبه، ولكن المدرب واضح ان هو كان قافل عليهم حاجه، عامل عليهم حاجه، لانه في حاجه مش طبيعيه. سهل العجله لما تشوفهم في الماتش الاول مش هم، والماتش الثاني والثالث لا بعد مش هم دول، بعد لا 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 مش هم دول على الاقل عارفين يباصوا ويلعبوا ويعملوا. لا كانوا وحشين قوي في الاول، كان ده اول مباراه كسبوها كانوا كويسين حتى أول هم مباراة. لا ما كانوش كويسين ولا حاجه برضه حتى لما كسبوا. لكن هو المباراه الثانيه والثالثه والسنغال كانت كسبتهم برضه بنتيجه كبيره. فانا بقول لحضرتك المدرب الوطني بيفرق، الكيمياء بتبقى قريبه من اللعيبه، هو حاسس. والكابتن حسام عنده ميزه كمان كابتن اسلام، اللي هو عنده الروح والعزيمه والباور، ده اهم حاجه. فده هيفرق مع المنتخب الفتره اللي جايه، وان شاء الله يعملوا حاجه كويسه يعني ان شاء الله. يعني في الاخر شئنا ام ابينا منتخبنا خرج من دور ال 16 طبعا، فبالتالي يعني هو ايه، في بعض الرسائل اللي بعتها فيتوريا لكابتن حازم امام
قال له انا مش عارف يا الناس يعني زعلانه قوي كده ليه، زعلانه قوي لان احنا عمرنا ما كنا بنخرج من دور ال 16. احنا الدوره اللي فاتت واللي قبلها نهائي. بنلعب نهائي بنلعب، لا اللي فاتت نهائي واللي قبلها طلعنا من قبل النهائي. فانا عاوز اقول لحضرتك يعني وكلنا كنا بننتقد كيروش وطريقه اللعب بتاع كيروش. هو كيروش على فكره من احسن المدربين اللي جم المنتخب. ليه؟ صحيح. بيلعب على قد امكانيات اللعيبه اللي معاه. الامكانيات اللعيبه اللي معاه يعني اقول لك منتخب صلاح كوره صلاح، هي القصه مش كده. هو راجل امكانيات اللعيبه اللي معاه ومشت اللعيبه اللي معاه لازم يلعب بالطريقه ديت، اللي هو لازم الخطوط كلها تبقى قريبه من بعض. عندك علي جبر وكان بيلعب بعلي وحجازي البطوله اللي فاتت، عبد المنعم شويه وبعدين عبد المنعم دخل، فهو عنده الحته البطء ده كان في البطوله اللي فاتت. لا اللي قبلها كان علي واحمد حجازي، فهو عارف الحاجات لو فتح المساحات يا كابتن اسلام السبرنت في البطولات واللعيبه ديت مش هينفع، فكان صحيح. مخلي الخطوط قريبه من بعض ويتعمل اللونج باس على صلاح. اللي فاجئني في فيتوريا، وفيتوريا مثلا احنا لو قيمناه هو على مدار سنه وست شهور يا كابتن اسلام ما لعبش الا ثلاث منتخبات كبار، تونس صحيح. والجزائر وبلجيكا. صحيح. كسب بلجيكا، اتغلب من تونس، اتعادل مع الجزائر. كلنا في ماتش الجزائر كله طلع اشاد بالمنتخب واشاد بيه، وكنا عاملين مباراه اكنها مباراه رسميه، بس انا بقول لحضرتك برضو عشان الحساسيه اللي بيننا وبين الجزائر، يعني ده كان جوه اللعيبه هي اللي عامله الكلام ده. رحنا البطوله لقينا حاجه ثانيه خالص، راجل ثاني خالص، راجل بقالك سنه وست شهور بتلعب 4-3-3، فجاه بقيت تلعب 4-2-3-1. والناس طلعت تنتقد صلاح، وصلاح الناس بتنتقد، الناس قبل ما تنتقد شوف صلاح بيلعب ايه. صلاح ما كانش بيلعب في مكانه. فخلاص بقى احنا دي صفحه ونقفلها ونفكر في اللي جاي، وربنا يكرم الكابتن حسام. اول مباراه ليه هتبقى في شهر 3 اللي هي البطوله الدوليه الوديه في الامارات. فدي حاجه كويسه يقدر يشوف تونس اعتقد ونيوزيلندا وفريق كمان او منتخب كمان. فالبطوله دي هتبقى كويسه للكابتن حسام اللي هو لازم في قوام اكيد يفهم. هو في قوام هو اكيد هيبقى مركز عليه طبعا، ويفتح يوسع الدايره شويه لعيبه ممكن يضمها زي ما كيروش عمل اللي هو كاس العرب ده، لعيبه كتير عمر كمال ومهند لاشين، اللعيبه دي كلها ما كانتش في المنتخب. صحيح. بطوله زريقه فرزتهم يعني، فان شاء الله يكون موفق ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. اروح معاك لبطوله افريقيا ومفاجات كثيره في هذه البطوله الحقيقه، ولكن في النهايه تتوقع مين، نيجيريا ولا جنوب افريقيا الناحيه الثانيه كوت ديفوار والكونغو؟ انا من قبل البطوله كابتن انا قايل نيجيريا والسنغال. اوكي. كنت قايل نيجيريا والسنغال، بس بعد رده فعل كوت ديفوار هيبقى نيجيريا وكوت ديفوار ده النهائي. نيجيريا هيبقى ماتش قوي، هتكسب جنوب افريقيا، هيبقى ماتش قوي جدا، بس انا برضو نيجيريا منتخب كويس قوي قوي. انا يعني اللي كنت برضو نفسي يكمل منتخب مالي. منتخب مالي منتخب جيد ده كابتن اسلام جد. منتخب مالي من المنتخبات اللي هتفاجئ بيها. عندهم نص ملعب غير طبيعي. من احسن ده اليو ديانج ما بيلعبش معاهم كمان. الثلاثه اللي على الدايره كابتن اول ما الكره بتتنقل من خط الظهر ليهم، عندهم الوان تاتش والتحرك بدون كره ده بطريقه غير طبيعيه. فانا متوقع نيجيريا وكوت ديفوار هيبقى النهائي. نيجيريا وكوت ديفوار هيبقى نهائي هذه البطوله. عموما يعني انا اتمنى صراحه جنوب افريقيا طبعا يعني عشان خاطر بيرسي تاو طبعا يعني عامل بطوله كويسه. انا من الاول قلت نيجيريا زيك يعني، انا كنت من الناس اللي رشحت نيجيريا من قبل البطوله توصل نهائي، توصل نهائي وتاخد البطوله كمان. لكن دلوقتي اتمنى الحقيقه ان جنوب افريقيا تستطيع ان تفوز في هذه البطوله. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى ونتكلم اكتر عن النادي الاهلي. كلامنا عن المنتخب زي ما قلت لحضراتكم هيبتدي يقل بقى خالص الفتره القادمه، لانه خلاص تم تعيين كابتن حسام، ما بين ساعتين ثلاثه ما بين بكره بالكثير هتعرفوا مين الجهاز المعاون مع الكابتن حسام حسن، اذا كان كابتن طارق وكابتن احمد، كابتن طارق سليمان وكابتن احمد الكاس وكابتن سعفان الصغير وكابتن وليد بدر، ودول الاسماء اللي اصر عليها كابتن حسام حسن ولكن لم يتم الاعلان عنها رسميا من اتحاد كره القدم. ولا بيني وبينكم ولا ننتظر رسمي ولا حاجه، انا بقول لكم اهو، لانه الرسمي ما ممكن بعد كده بعد بكره يرجع يقول كلام تاني، لان احنا شفنا طلعوا بكلام رسمي من يومين وبعدين غيروه بعدها باقل من 72 ساعه. وبالتالي انا بقول لكم اهو يا جماعه ان ده الجهاز، وممكن اغير كلامي بكره في الحلقه ما عنديش مشكله. يعني هو اشمعنى اتحاد كره القدم بينزل بيانات وبينزل قرارات رسميه وبعدها باقل من 72 ساعه غيرها؟ فهنرجع بعد هذا الفاصل نتكلم عن النادي الاهلي ووجهة نظر كابتن رامي في الصفقات الشتوية، في اللي هيحصل الفترة اللي جاية في تخمة اللاعبين اللي موجودة عند النادي الأهلي، نمسك الخشب يعني. بعد هذا الفاصل كلام أكتر عن النادي الأهلي.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن رامي، النادي الاهلي ومعسكر اعداد، ثم مباراتين وديتين اثناء المعسكر، ثم العوده ومباراه وديه امام سموحه. اعتقد الامور ماشيه بشكل جيد داخل النادي الاهلي حتى الان. طبعا يعني حتى في ظل يعني ان انت واخد اجازه طويله شويه. طبعا دي حاجه كويسه برضو لمستر كولر اللي هو بيعيد ترتيبه تاني، اعتبر اللي هي فتره اعداد لسيزون جديد. الاضافات اللعيبه اللي دخلت على الـ على الـ على الـ الفريق دي حاجه كويسه. الزنفيلي برضو، يعني الزنفيلي برضو عاوز اتكلم عليها كابتن. اتفضل اتفضل. عشان الزنفيلي يعني لعب معايا اخر سنه ليا كان في المينا، كان لسه معدي ال 20 سنه، وجون كويس جدا، اتطور يعني اتطور بطريقه غير طبيعيه الفتره اللي راح فيها النادي الاتحاد السكندري، عمل موسمين كويسين جدا. في البنك كان ماشي كويس طبعا بعد انضمام ابو جبل للبنك، هو كان حابب ياخد اللي هو يلعب، مش حابب يقعد يعني يبقى الحارس الثاني. صحيح. فطلع الداخليه عمل من بدايه السيزون، عمل سيزون كويس. وجوده في النادي الاهلي هيزيد من خبراته وهيطوره اكتر. الراجل المدرب اللي موجود في النادي الاهلي مدرب كويس جدا، وباين على اداء محمد الشناوي على مدار الخمس سنين اللي فاتوا دول او الست سنين، الراجل طوره بطريقه غير طبيعيه. اوكي. المدرب اللي موجود في النادي الاهلي مشيل يانكن. فانا بقول لحضرتك الزنفيلي جون كويس وهيستفاد من مرحله انضمام النادي الاهلي ان شاء الله. وممكن وارد النادي الاهلي في خلال الست شهور دول لو شافوه كويس وبيتطور، وارد اللي هم يفعلوا بند، مش عارف بقى اعاره بنيه البيع ولا هي اعاره، بس مش عارف بنود العقد ايه بالظبط، بس هو حارس كويس. وبالنسبه لعمر كمال، طبعا عمر كمال لعيب كويس طبعا واضافه للنادي الاهلي، واللعيب اللي بيلعب في كذا مركز ده كابتن اسلام حضرتك عارف بيبقى جوكر، ده بيفتح بيبقى احسن حاجه للمدير الفني، بيبقى حابب يعني ايه من المدير اللعيبه. صحيح. حابب اللي هي تبقى في الملعب. فعمر كمال اضافه قويه للنادي الاهلي، وهيبقى في منافسه بينه وبين محمد هاني، واوقات يلعب باك ليفت، واوقات يلعب مساك، واوقات يلعب طرف يمين، فهيبقى جوكر في الملعب يعني. والنادي الاهلي محتاج لكل هذه طبعا، او اي نادي في العالم الحقيقه محتاج دايما للعيب جوكر او اتنين يقدر يلعبوا في كذا مكان. طبعا. ووسام طبعا راس حربه، طبعا انا شايفه اللي هو هيبقى اضافه للنادي الاهلي. يعني انا شفت الفيديو بتاعه، سترايكر كويس جدا، بس انا نفسي يكون موافق مع النادي الاهلي. طبعا الاصابه اللي جات له ديت هتبقى حاجه، انت عارف اللي هو التوفيق بيفرق مع الواحد كتير طبعًا جدا. طبعا يعني هو فيرود كويس، بس هو الاهم يكون موافق ويكون التوفيق عامل زي رضا سليم. يعني رضا سليم جه كابتن اسلام دخل جوه الفرقه بسرعه والجمهور اعجب بيه بسرعه، لوما الاصابه اللي جات له ديت. فان شاء الله يكون عند حسن ظن النادي الاهلي والجمهور. وانا شايف الفتره التوقف دي كلها كويسه لمستر الكره اللي هو يعيد نظرته للعيبه معينه. الفتره اللي فاتت كان هو مركز معاهم، لو في حد تاني دخل جديد من الناس اللي هي بعيده هيبقى في منافسه، وكتر اللعيبه في اي نادي يا كابتن اسلام دي بتبقى حاجه كويسه. لسه كنت هسالك، يعني انت بسم الله ما شاء الله دلوقتي الناس يعني تقول لك ايه، بعض الناس تقول لك انه من الممكن تحدث مشاكل لانه الراجل دلوقتي عنده مجموعه كبيره جدا من النجوم. لا انا شايف لا، يعني النادي الاهلي او نادي الزمالك على الانديه الكبيره ديت ما يبقى يكون في عدد لعيبه كبيره كابتن، وبالذات يعني في النادي الاهلي. انا شايف يعني انا لما رحت النادي الاهلي كابتن اسلام رحت طبعا كان في نجوم اسامي لا تحصر يعني. صحيح. فانا عاوز اقول لحضرتك سيستم النادي الاهلي ونظام النادي الاهلي بيخلي كل واحد ملتزم بالنظام اللي فيه والسيستم اللي هو فيه، وحاجه كويسه بتبقى للمدير الفني. ده المدير الفني اكتر حد بيكون مبسوط لما بيكون عنده سكوات لعيبه كتير وكويسين ومفيش فرق بين اي حد، بس ما تعملوش مشاكل اهم حاجه. هو عامه دي بترجع بقى لشخصيته يا كابتن، يعني شخصيه المدرب. المدرب طبعا هو بالعكس ده المدرب عايز يعني 30 لعيب نجوم كلهم، هو بقى ترجع لشخصيته هيقدر يسيطر على النجوم دي ولا لا. زي مانويل جوزيه كابتن في وجودكم في الوقت اللي كنا فيه كان كله نجوم، بس ما هو شخصية التزام بالملعب وكل واحد عارف دوره. صحيح. فهو الراجل المستر كور لا، هو شخصية قوية وشخصية كويسة وهيفرق معاه كتر النجوم دي كلها. يعني دلوقتي انت كهربا
هيبقى في منافسه بين رضا سليم وكهربا وطاهر وحسين الشحات وبيرسيتا قدام وسام وموديست وكهربا ده كهربا هو مش هو هيوظف كهربا خلاص هيشيله من تسعه دي والله لا هو كهربا على قد ما هو اتظلم السنه ونص اللي فاتت ديت بس هو على فكره كابتن اثبت اللي هو لعيب كويس ونجح مستر كولر في ماتشات كتير ومباريات كتير يا كابتن كان سبب في اللي احنا ناخدها فانا بقول لحضرتك لا هو هيوظف كهربا فعلا انا حاسس ان هو هيرجع حسين تاني لمكانه الطبيعي اللي هو ايه اللي هو طرف يمين يبقى هو بيرسي تاو ويلعب يبقى رضا سليم وكهربا هما اللي ايه خلي بالك ما انت عندك عمر كمال برضه في مع عمر كمال وفي طاهر في طاهر ما انا بقول لك ايه في ثلاثه كده وثلاثه كده في والاسترايكر خلاص هما الاثنين دول هيبقوا التسعه مودست وسام دول مع هيحط كهربا ثالث مش هيبقى ظالمه عشان كهربا راجل بقاله سنه ونص بيعمل الدور اللي انت طالبه منه فاديله فرصته في مكانه يعني هو كهربا جاي اصلا جناح شمال فهو اما يلعب تسعه ويكون بنفس الاداء ده ودي حاجه كويسه برده تخليه يبقى الاولويه لكهربا عشان بيقدر يعمل له كذا مكانه كده فدي حاجه كويسه وان شاء الله الفتره الجايه الاهلي يستمر زي ما فرحنا في كاس العالم وفرحنا في السوبر فيستمر يعني خدوا راحه بس يبداوا وزي ما حضرتك قلت قبل ما نطلع اللي خلاص بطوله واتحطت واتنست اصلا دولاب خلاص يعتبر سنه جديده بيبدا بفتره اعداد جديده صحيح داخل على بطوله افريقيا وداخل على البطولات كلها والدوري فان شاء الله يبقى موفق ان شاء الله. كابتن خالد بيبو اجتمع الحقيقه مع كابتن محمد الشناوي بعد عودته الحقيقه اعتقد برضو اصابه الشناوي وغيابه هتؤدي او هتؤثر بشكل كبير حتى لانه الشناوي كمان من الاسماء الكبيره جدا وكابتن منتخب وكابتن منتخب وكابتن النادي الاهلي طبعا يا كابتن يعني الشناوي ده من 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 من, من اللعيبه اللي انت لازم تشكر فيها على على على, على التحدي اللي كان عنده الراجل ده مشي من النادي الاهلي وهو صغير وراح وراح الجيش وراح الحرس وراح بتروجيت واشتغل على نفسه كتير يا كابتن اسلام لغايه ما رجع النادي الاهلي ولما رجع للنادي الاهلي قعد فتره كبيره لشريف اكرامي وبعد كده اما خد الفرصه ولعب اثبت اللي هو يعني يستحق الفرصه دي من زمان بس هو واشتغل على نفسه كتير الشناوي وبقى شخصيه كابتن وجوه الملعب يعني بقى قائد جوه الملعب مؤثر طبعا بس هو ان شاء الله يعني الاصابه ديت مش عارف يعني هو بيقولوا 3 شهور صح هيقعد 3 شهور بين 3 او 4 الاصابه دي كانت جات لي وانا في المعنى العرب بس قعدت شهر ونص بس ما اعرفش هل اصابته هل هو ممكن تكون خلع اكبر او اقوى انا كان عندي قطع في الرباطين فكانت صعبه برده بس هو كان الدكتور احمد عبد العزيز عملها لي بطريقه جديده كده مش شريحه ومسامير بتقعد 6 اسابيع وتلعب محمود فتح الله عملها نفس التكنيك ده برضو ما اعرفش هل الشناوي بقى الشناوي عملها في المانيا بس مش عارف التكنيك ايه اللي يخليه ممكن 3 شهور ممكن يكون الاصابه غير الاصابه بس ممكن. هو طبعا هو هيفرق مع اللعيبه بس هو بره الملعب يا كابتن اسلام زي جوه الملعب يعني الميزه جوه اوضه اللبس اللعيبه الكبيره هو ورامي وياسر وحسين ودلوقتي كهربا اللعيبه الكبيره جوه اوضه اللبس هم اللي عاملين الراحه النفسيه بين اللعيبه كله بيحب بعضه اللي يلعب ما فيش مشكله بين اي حد جوه اي لعيب طبعا انت حضرتك عارف ان اي لعيب بيبقى من جوه عاوز يلعب بس ما دام شايف كابتن اسلام بيأدي الدور احسن مني فلازم انا اصبر لغايه ما اخد فرصتي صحيح فهو ان شاء الله الفتره الجايه انا شايف لعيبه كتير والراجل اكتر حد مبسوط للموضوع ده مستر كولر يعني. طبعا مبسوط ولا بيبقى ما هو انا ما اعرفش صحيح يعني مثلا مانويل جوزيه كان دايما بيبقى حابب ان ال 30 لعيب يبقوا اجمد من بعض ما اعرفش كولر اكيد يا كابتن اي لعيب في اي مدرب يعني انت دلوقتي عندك مجموعه كبيره جدا من كل كلهم لعيبه منتخب مصر اي مدرب في العالم يا كابتن بيبقى حابب مثلا ال 30 لعيب يبقوا ال 30 على مستوى واحد عشان ده يخلق منافسه بين اللعيبه يخلي كل لعيب مركز تركيز غير طبيعي بحيث اللي هو عارف لو ما اشتغلتش 200% في اي وقت اللي في ظهره هياخد ويركب ويلعب بلغه الكوره يعني فهو بصراحه دي حاجه كويسه ودي حاجه هتبقى ليه هو هيأدي نتائج كويسه الفتره الجايه ان شاء الله. طيب برضو عايزين نفكر المشاهدين مجموعه النادي الاهلي طبعا شباب بلوزداد في البطوله الافريقيه يانج افريكانز التنزاني مدياما الغاني شايف مواجهه النادي الاهلي مع شباب بلوزداد ازاي
وهي المواجهه الاهم خلال الفتره القادمه. لا في المجموعه اللي احنا فيها لا هي هيبقى ده اقوى مباراه يا كابتن. والمباراه ان شاء الله هتبقى يوم 16/2 في الجزائر، فان شاء الله النادي الاهلي يبدا المجموعه بنتيجه ايجابيه ان شاء الله، وده اقوى مباراه يعتبر يعني في المجموعه. ف ولو النادي الاهلي ان شاء الله ربنا كرمنا وكسبنا، اعتقد خلاص انت هتبقى بنسبه كبيره جدا دخلت او عملت اللي انت عايزه يعني. طبعا هو اصلا ما انا بقول لحضرتك هو ان شاء الله ده اقوى مباراه، وانا متفائل خير بفتره الراحه اللي اللعيبه خدوها دي حاجه برده ريحت اللعيبه. اللعيبه بقى لها سنتين ما فيش راحه خالص، فدي حاجه كويسه، وان شاء الله يبداوا تبقى البدايه القويه هي شباب بوليزاد ان شاء الله. تفتكر ان الانديه استفادت بشكل كلي ولا جزئي في مد فتره القيد؟ والله يا كابتن بترجع لكل واحد امكانياته ايه يعني. امكانياته الماديه هو كان محتاج، هو قادر يجيب لعيبه. انا بقول لحضرتك برضو انت لو شفت في فتره الانتقالات الشتويه ما حدش عمل صفقات كتيره لنادي الزمالك، بس نادي الزمالك عشان طبعا القيد اللي بقاله سنه ونص طبعا موقوف. الانديه كلها الباقيه انتقالات هتلاقي لاعب او اتنين. المقاولين العرب عمل 7-8 صفقات عشان كان ماشيه برده 8 لعيبه اول ما الكابتن عوده جه، فجايب 7 كابتن عوده ماسك المقاولين دلوقتي ماسك المقاولين بعد الكابتن شوقي. بعد الكابتن شوقي جه طلعت محرم، وبعدين عوده جه الكابتن عوده. ف عوده اعتقد طلعت مكمل معاه مدرب عام فعاوز اقول لحضرتك هو ممكن المقاولين جاب برده 7-8 صفقات، الاتحاد صفقتين. يعني الانتقالات الشتويه كلها لعيب او اتنين يعني، ما حدش اضاف اضافات كبيره يعني. فكرك عوده الدوري بقى، كيف ترى عوده الدوري بعد هذا التوقف الطويل؟ طبعا في انا شايف في انديه هتبقى مستفاده من كاس الرابطه. اوكي صحيح. الانديه ديت هتحسها في فرق بينها وبين الانديه اللي ما لعبتش من ساعه ما حصل التوقف الدولي. يعني النهارده اتفرج واللي طلعت بدري برضه. اللي طلع بري طبعا، لكن هتلاقي الاتحاد، هتلاقي المصري، هتلاقي سيراميكا، هتلاقي الجيش، هتلاقي الجونه اللي لسه خارج الاسبوع اللي فات. هتلاقي يعني ايه 7-8 انديه فورمه المباريات عندهم يا كابتن اسلام. مهما خدت فتره توقف وما بتلعبش مباراه، حتى لو مباراه وديه مش هي الماتشات الرسميه طبعا. فال7-8 انديه دول هتلاقي في فرق بينهم وبين الانديه اللي ما لعبتش خالص في كاس الرابطه او خرجت من بدري يعني. بس فالعوده هتبقى عوده شرسه جدا، عشان الدوري حضرتك لو بصيت على اخر 6-7 فرق تحت بونت وبونتين صعبة. فالموضوع صعب جدا يعني، وانت لسه في الدور الاولاني ولعب 8 اسابيع، وناس لعبه 9 اسابيع، وناس لعبه 7، وناس لعبه 6. فالموضوع هيبقى صعب، وهيبقى ضغط مباريات كتير. فاللي مش هيلحق نفسه في الدور الاولاني هيبقى الموضوع صعب في الدور الثاني يعني. مين الفرقه اللي مفاجئاك لغايه دلوقتي في الدوري؟ اللي مفاجئني الجونه. الجونه اوكي. طبعا الكابتن علاء عبعال هو رجل خبير في هذا المجال يعني. هو بص يا كابتن، انا بحس الكابتن علاء يعني مرسوم عليه حته اللعيبه اللي هو يجيبها ما تبقاش معروفه دي ومغموره، يعمل بقى حاجه كويسه، يعمل معاهم شغل كويس كويس جدا. يعني انت لو لاحظت السيزون اللي فات راح على دخليه على الشرقيه الاول، شرقيه الدخان. انا بحب اقول الشرقيه الدخان يعني. عاوز اقول لحضرتك مثلا كان رايح مشى الاسامي كلها اللي كانت موجوده في الفرقه، وجاب 14 لعيب ما فيش حد يعرف مثلا 3-4 منهم يعني. وعمل سيزون كويس جدا، وكان ممكن يقعد على اخر مباراه او مباراتين. اللي مفاجئني برده، مش مفاجئني في السكواد بتاعه، سيراميكا. سيراميكا في تطور، وكل مباراه بيبقى احسن من المباراه اللي قبلها يعني. هو بدا الدوري وصلوا النهائي اعتقد النهارده بعد الفوز على الاتحاد هو وطلاع الجيش. الحقيقه اللي بنبارك للكابتن عبد الحميد بشوني، وبنبارك للكابتن ايمن الرمادي بوصولهم للمباراه النهائيه. سيراميكا قبل التوقف هم بداوا سيزون مش كويس، ابتدوا بعد الاسبوع الرابع او الخامس في تطور. اوكي. وفرق معاهم اللي هم لعبوا السوبر في الامارات، ما عادوش، رجعوا على كاس الرابطه. صحيح. فما عادوش خالص، فانت الريتم بتاعهم قاعد يعني. وخلي بالك برضو المباريات كل 4-5 ايام، واخد راحتك. ايوه بس هو في تصاعد على طول يا كابتن، فدي حاجه كويسه. يا رب الكيرف العالي بتاعهم ده يفضل
لاطول وقت يعني. دول اللي كانوا قبل ما التوقف يحصل، فدول اكتر حد يعني. هي الجونه بصراحه لسه خارج قبل نهائي من نصف النهائي من الجيش وضربات الجزاء، فهو كابتن علاء عامل شغل كويس معاهم. برضو احنا بنتكلم عن الدوري وعوده الدوري، برضو الاسماعيلي، الزمالك، الفرق الكبيره الجماهيريه الكبيره، الاتحاد، هل من الممكن عوده الاسماعيلي؟ هل من الممكن ان نرى الزمالك افضل بعد اللي حصل يعني مدير فني وعدد كبير من اللاعبين؟ طبعا يعني هو الزمالك كلنا طبعا عاوزين الاهلي والزمالك هم القطبين، هو عاوزين المنافسه، عاوزين ده كله بيرجع لمنتخب مصر، ودي حاجه كويسه يعني. صحيح. يعني اي حد بيتفرج على كوره او بيشجعه عاوز المنافسه، مش عاوز احنا على طول النادي الاهلي لوحده، لا دي مش حاجه في الكوره او في الرياضه ما تبقاش، احنا عاوزين منافسه، المنافسه هي اللي بتخلق الشغف بتاع الجمهور والمشاهد وكده. فانا شايف الزمالك بجد المجلس اللي موجود ده كابتن اسلام مجلس كويس، مجلس هادي، مجلس جاي يشتغل، هي دي الرياضه، وده اللي احنا بننادي عليه يعني. حتى في النادي الاهلي اهوت، هي الرياضه اخلاق زي ما بيقولوا. صحيح. فعاوزين الدنيا تبقى هاديه، ودي حاجه كويسه. لا يبقى التنافس في الكوره، التنافس في الصفقات، التنافس في الكلام كويسة. لكن التنافس وما بقاش تراشق يعني. لا ايوه تنافس في الرياضه، الرياضه احنا عاوزين يبقى التنافس في الرياضه بس، صحيح. ما نخرجش بره الرياضه يعني. والاسماعيلي الواحد يتمنى للاسماعيلي يرجع. الاسماعيلي الموضوع في الاسماعيلي بيبقى صعب، وكل سنه بيبقى اصعب يا كابتن اسلام. صحيح. يعني ليه انا عندي نقطه بس في الموضوع الاسماعيلي، يعني النادي الاسماعيلي الموارد بتاعته يا كابتن اسلام مش احسن حاجه ومش اعلى حاجه. صح. وكل مجلس بيجي انا بسمع ارقام في الاسماعيلي. انا اسف في الكلمه، انا اللعيبه بتاخد ارقام، ما ينفعش مجلس يجي يجيب لعيبه بالارقام دي. يعني انت عارف الامكانيات الماديه بتاع نادي الاسماعيلي، هو ايه اللي مخلي نادي الاسماعيلي كده؟ اللعيب يجي مثلا ياخد 7 مليون و8 مليون و9 مليون. أوكي. الارقام ديت ممكن تسمعها في الاهلي وفي الزمالك، ودخل مثلا بيراميدز في الارقام دي، لكن الاسماعيلي يتفق مع حد ب 7 8 مليون ما يقدرش يديله ال 7 8 مليون ويمشيه اخر السنه. اللعيب يروح يشتكي، الاسماعيلي ما يسددش العقد بتاع اللعيب، الاتحاد الدولي يحط عليه غرامه، هتلاقي ارقام تخد. بس انا ما اعرفش هم فكوا القيد ازاي، يعني انا ما عنديش معلومه الاسماعيلي فك القيد ازاي وقيد كام لعيب كده. انا اتمنى طبعا كابتن ايهاب بصراحه شايل حمل كبير جدا، بس انا حاسس اللي هو ربنا يوفقه الفتره اللي جايه ديت، والاسماعيلي يرجع للاسماعيلي بتاع زمان ان شاء الله. تمام. برضه من الانديه الاتحاد، يعني النهارده الاتحاد فوجئنا بان هو يعني، او كان هو يعني، بما اننا اسكندراني او بما اني اسكندراني يعني، كنا الاسكندرانيه كلهم كانوا بينتظروا النهارده ان الاتحاد يفوز على سيراميكا كليوباترا ويصعد للمباراه النهائيه، لانه الحقيقه مقدم بشكل جيد الفتره اللي فاتت. لكن الاتحاد الحقيقه خسر النهارده وخرج من البطوله. طبعا هو جون القندوسي، بس القندوسي بس بصراحه كابتن مفاجئ الواحد يعني. قندوسي ماشي بشكل جيد. هو لعيب كويس. طبعا هو لعيب كويس، وهو ما جه النادي كان الواحد نفسه ياخد يعني النهارده كابتن الجون اللي هو جايبه بدماغه ده نموذج للاعيب اللي بيلعب 8 بالظبط. راجل هو الكره اللي مطلع الكره اصلا، الباص، وهو اللي متحرك وداخل جوه ال 18 وتحرك تحرك بين الباك والمساك، نموذج يا دوب بس وجه دماغه، فهو ماشي معاهم كويس جدا. الاتحاد بقى اقول عاوز اقول لحضرتك، بعد الجون ده حصل طرد للسيراميكا. ما بانش. طرد الباك رايت اخر 10 دقائق من الشوط الاولاني، والاتحاد حاول ان هو يرجع في المباراه، جاب جون بس اتحسبت لمسه يد، وهشام بيشوطها كده جت في ايد احمد عيد. فعاوز اقول لحضرتك لا، الاتحاد مع الكابتن طارق مختلف الفتره اللي فاتت دي كلها ماشي كويس. طبعا الجمهور كان النهارده احسن حاجه في الاستاد، يعني الجمهور كان كتير جدا في الاستاد، اكيد كل الناس زعلانه وكانوا نفسهم في بطوله، هم يعني كان طموحهم ان هم يوصلوا نهائي يعني. صحيح. بس ما حصلش نصيب، بس هو لازم يبني على اللي هو نهى منه كابتن طارق وماشي كويس، ما يحصلش النتيجه دي وخروجه من كاس الرابطه يحصل دروب، لا لازم يكمل باللي هو ماشي فيه ده في الدوري، ان شاء الله يوصل لمكان كويس يعني. اخيرا يا رامي، الفتره القادمه كيف ترى النادي الاهلي؟ كيف ترى النادي الاهلي والبطوله الافريقيه؟ كيف ترى النادي الاهلي والدوري؟ كيف ترى النادي الاهلي ونهائي الكاس؟
طبعا هو اول حاجه هتبقى اقرب بطوله نهائي الكاس طبعا. اقرب بطوله 13 مارس او 13 مارس هيبقى نهائي الكاس، تاني يوم رمضان او ثالث يوم. هيبقى نهائي الكاس طبعا، وان شاء الله يعني الكاس يبقى موجود زي موجود كل سنه ان شاء الله، ونقدر ناخده ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وهيبقى يعني اكتر اول هديه للجمهور في رمضان ودخله العيد ان شاء الله تبقى الكاس. وبطوله افريقيا ان شاء الله الواحد متفائل السنه دي برضو ان شاء الله كابتن ناخدها ان شاء الله زي السنه اللي فاتت. مجموعه اللعيبه اللي موجوده ديت هتخلي كمان اللعيبه الجديده اللي داخله هتبقى حابه تدوق طعم بطوله افريقيا وتدوق طعم اللي هي تلعب كاس عالم، كله عايز ايه. فالموضوع ده هيبقى كويس جدا، هيخلي اللعيبه كلها في تنافس بينهم. والدوري، الدوري السنه ده هيبقى صعب. انا شايف الدوري السنه ده هيبقى صعب، ومستر الكورر بصراحه راجل بيخطط لكل حاجه وبيخطط لقدام. وما قعدنا فتره الناس كلها كانت بتنتقده في بدايه السيزون وخروجنا من السوبر وبدايه الدوري وحش ونتعادل مع سيراميكا ونتعادل مع سموحه، لا نتعادل مع سموحة ونتعادل مع الجونة قبل ما نروح كاس العالم. خلى الناس كلها في كاس العالم محدش بقى يتكلم ولا يفتح، هو راجل شايف، هو باصص لكاس العالم. خلى اللعيبة كلها راحة فت، راحة اللعيبة كلها واقفة على رجليها، كل الناس اتفاجئت بأداء الفرقة. كله كان قبل كاس العالم متخوف من الماتشات بتاع الدوري والخروج من السوبر الافريقي، لكن هو راجل ماشي على يعني كل مباراة بالمباراة بتاعتها، وكل خطوة هو مركز هو عاوز ايه. وانا يعني متفائل ان السنه دي هناخد كل البطولات برضو، الخمس بطولات زي السيزون اللي فات ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رامي انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، واتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال المرحله القادمه. شكرا جزيلا حبيبي يا كابتن اسلام، والله يوم اكتر والله يا كابتن. اشكرك جدا جدا يا رامي على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل او قبل هذا الفاصل هناك تقرير عن او فقره جديده هنعملها مع حضراتكم خلال الفتره القادمه عن تقرير فيما حدث في مثل هذا اليوم. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل الأساتذة الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ جمال الزهيري في ضيافة البيت الكبير.